أصحاب الأقلام الشريفة في كل دول العالم دوما مكرمين، لكن في مصر هذه الأيام اختلت الموازين، وأبناء الصحافة المصرية أما مقتولين برصاصات الغدر أو مسجونين. وأنا ابنة الصحفي الشريف هاني صلاح الدين الذي عاش 22 عام في ظل قلمه مدافعا عن وطنه عاشقا لمصريته، معلما أبنائه أن الصحفي المهني لا ينحاز إلا لمصلحة مصر. وكنت أنتظر أن يكرم هذا الوطن أبي الذي صار وجالة في براق صاحبة الجلالة لمدة 22 عام، حالما بأن يكون لبنى نافعة في بناء الصحافة المصرية. لذلك عمل في صحف ليبرالية ويسارية وإسلامية وشعرها المهنة ثم المهنة، لكن للأسف بدل من أن يكرم وجد نفسه قابع في السجون لمدة 7 أشهر بدون جريمة أو ذنب. ولعل محامي النقابة الذي طلع على محضر الترفيق يشهد مدى زيف هذه الاتهامات وفقدانها لأي دليل، وبقدرة قادر من خلال هذه الاتهامات تحول أبي من صحفي وإعلامي إلى سجين بل وإرهابي. وأسأل نفسي، هل هذا هو الوطن الذي غرز أبي فينا يشكو؟ هل جزاء حب الوطن سجن واعتقالات؟ هل ممارسة الصحافة أصبحت جريمة؟ ولا أخفيكم سرا إني لا أجد إجابة لسؤالي أختي التوأم بنتي 7 سنوات، هم اعتقلوا بابا ليه؟ هي مصر مش بتحمي ولادها؟ لكن زيارتنا في السجن لدى والدي تحيي فينا من جديد حب الوطن، فهذا يؤكد لنا أن ما يحدث له وغيره من الشرفاء ما هي إلا سحابة صيف سوف تزول سريعا، وأن حب الوطن لن يتزعزع فينا، ولن يستطيع أحد أن يجعلنا نكفر مصيرتنا أبدا. وفي نهاية كلامي أود أن أوجه نداء لكل شرفاء مصر وأحرار العالم والمنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين، تدخلوا فورا رفع الظلم عن أبي وعن كل شريف في زنازين العسكر، تدخلوا فورا لإطلاق سراح والدي الذي غيبه الظلم 7 أشهر، أطلقوا سراح من غرز فينا عشق الوطن، أطلقوا سراح من سخر عمله لخدمة صاحبة الجلالة، أطلقوا سراح من أنقذه الله من قتل في جمعة الغضب في الثورة العظيمة ثورة يناير، أطلقوا سراح من علمنا حب كل مصري مسلم أو مسيحي، أطلقوا سراح الصحفي الشريف هاني صلاح الدين، أطلقوا سراح كل من نطق بكلمة حق وأصبح الآن في زنازين العسكر، ويسكت يسكت حكم العسكر.